هنالك إنجاز يحصل على الأرض، هنالك تحقيق موسع كما وصلني بقضية الأرض مع ضباط فرقة 17 وصاحب الأرض، أبلغته من قبل مدير مكتب رئيس أركان أنه سترسل إلي نسخة من التحقيقات. في الحلقة السابقة كنت قد عرضت قضية الوليد العريف يوسف صبار حمادي اللي أمه مريضة وهو في مكان بعيد. هذا الكتاب اللي وصلني من السيد رئيس أركان الجيش مشكورا، اللي يقول إذا تنطونيها إلى دائرة الإدارة الموضوع نقل. نسبنا نقل العريف 197-92-19 يوسف صبار حمادي راهي الصفار من مقر البطارية الأولى كتيبة مدفعية المتوسطة 108 قيادة فرقة مشات الثامنة إلى أمرية موقع بابل كحالة إنسانية يرجى اتخاذ ما يلزم. الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يار الله. خف الله عليك وبارك الله بيك سيادة رئيس أركان الجيش لهذه الاستجابة، وأبلغنا العريف بما قرر به السيد رئيس أركان الجيش. كذلك الأمر لم ينتهي عند هذا الحد في تواصل الأخ اللواء مدير المكتب، أنه اتصل بي بقضية الجندي اللي ظهر وياي اللي قال عنده أخوته 3 شهداء وأبوه شهيد وأم ابنه أو بنته توفت وانطوه مساعدة وراح للفاتحة، واتصل به دولة رئيس العرفاء السرية وعامر السرية ضابط بالسرية معروف قالوا له تودينا 1,000,000 دينار. هو قال بالتقرير اللي انتم شفتوه أو الرسالة الصوتية انطاهم 750. المفارقة في هذا الموضوع انه السيد عامر لواء 19 مشكورا اتصل بي، وانا اشير بالبنان والاحترام الى هذا الرجل بخصوص هذا الموضوع الذي ظل يتابع، وعامر الفوج ايضا قالوا ما عندنا هذا الاسم، واتضح فيما بعد انه جندي اسمه علي حافظ. ومن المفارقات ايضا انه انا كنت احاول ادق على علي حافظ ورئيس اركان كان معي على الخط الثاني، فطلع علي قلت له بابا ليش ما تحكي؟ قال لي أنا أخاف، لأن أخاف يأذوني وأخاف ينقلوني، وكان السبيكر مفتوح ويسمع مدير مكتب رئيس أركان الجيش، فأبلغته أنه أنت بحماية رئيس أركان الجيش وحمايتي أنا وبحماية أيضا قائد عمليات الأنبار مجرد أن تقول الحقيقة. فثاني يوم أيضا التقى به السيد رئيس أركان الجيش والتحقيق سيفتح بهذا الموضوع. وللأمانة التاريخية أيضا أقول أنه الفريق الركن نومان الزوباعي قائد عمليات الأنبار نقل إلي عن لسان أولا عن لسان آمر اللواء 19 أنه مهتم شخصيا بهذا الموضوع. السيد قائد الفرقة الخامسة أيضا كان مهتم، آمر الفوج المعني كان مهتم، وأخيرا تلقيت اتصال من الفريق الركن نومان الزوباعي قائد العمليات قال لي بالحرف الواحد أنا بالبداية ما قدرت ألقاه من خلال الرقم اللي أنا بعدت تعرفه على صورته، والرجل قال أنا بحمايتي وأنا فاتح تحقيق موسع بهذه القضية، وحملني أمانة أنه أي خرق في هذه العمليات باتصال مباشر مع السيد القائد. الآن معي عبر الهاتف قائد عمليات الأنبار الفريق الركن نومان الزوباعي. السلام عليكم سيادة القائد. عليكم السلام، حياك الله استاذ نجم. بداية انا اشكر اهتمامك كقائد عمليات انت وبمعيتك من الضباط قائد الفرقة الخامسة وامر اللواء 19، صراحة شعرت باهتمام من قبلكم بهذا الموضوع. بداية ما هي الاجراءات حول ما عرضناه في قضية علي حافظ؟ الله يحفظك استاذ نجم، ومشكور يا استاذ نجم متابعة كل الحالات اللي تحدث في القوات المسلحة، ومن ضمنها الحالة اللي في ضمن الفرقة الخامسة تابعة لقيادة عمليات الأنبار.
نعم. مثل ما طرقت جنابك وأنا اتصلت معك يعني مباشرة قبل 3 أيام أو 4 أيام نعم. وأتبين أنه هذا الجندي هو اسمه علي حافظ وليس كما ادعى وانطاك اسم مغاير نعم. وكذلك الوحدة مات ليس فوج الرابع لواء 19 وإنما فوج الرابع لواء 18 وللأمانة يعني عندما طلعت على الأوليات بتاريخ 10/3 الجندي علي حافظ مقدم طلب عن طريق آمر سريته نعم. إلى آمر الفوج وتم منحه 3 أيام مساعدة نزولا إلى يكون ابنته مريضة نعم. بعد أن أكمل 3 أيام التحق إلى وحدته وتم اتصال به من قبل ذويه بأن بنت فارقت الحياة نعم. وعلى أساس هذا الأساس تم أيضا منحه 3 أيام بالإضافة إلى الوجبة مات اللي كانت 7 أيام فأصبحت 10 أيام نعم. وجنابك اتطرقت إلى أنه هناك يعني من قبل هناك حالات سلبية من قبل رئيس عرفاء الوحدة وأنا شكلت مجلس تحقيق على آمر السرية وعلى رئيس عرفاء الوحدة نعم. الذي ادعى الجندي أنه ماخذ من عنده 750,000 نعم. دينار وإن شاء الله ننتظر عودة علي حافظ من الإجازة ليتم التحقيق مباشرة وجها بوجه مع رئيس عرفاء الوحدة وآمر السرية مباشرة فكل جندي مظلوم لا نقبل الظلم على أي جندي كان بقيادة عمليات الأنبار أو كل القيادات الأخرى وكذلك الفرقة الخامسة. سيادة القائد أنا من خلالك يعني عندما ظهر المقطع أنا قرأت كثير من التعليقات فلذلك أنا أوجه رسالة بالنسبة للذين يكتبون تعليقات هي تعبر عن آرائهم لكن بعض التعليقات جارحة. أخوان الخطأ في كل مكان يحصل. القوات الأمنية العراقية من التواريخ المشرفة التي نحترمها ويجب أن نحترمها وأن نبقى نحترمها. لذلك نحن عندما نشير إلى مواطن الخلل في أي قطعة عسكرية هو ليس انتقاصا من الجيش أو ليس فتح الأبواب من قبل هذا وذاك للتهجم على القوات الأمنية. لولا جيشنا العراقي البطل لما بقينا. فعندما نشخص حالة يجب أن ننتقد الحالة وليس أن نعمم الجيش. لي أستاذ نجم. نعم يعني عفوا أستاذ نجم نحن نتقبل النقد والنقد الذاتي وخاصة النقد البناء عندما تكون هناك حالات سلبية نعم. وقافلة عن 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 مسامعنا وقافلة عن يعني أنظارنا نتقبل نعم. النقد ونعالج الخطأ فورا. أما أن يكون هناك يعني تلفيق كلام وأسماء وهمية ووحدات وهمية هذا اللي أنا يتقبله القوات الأمنية وقوات مسلحة.